الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم على آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلمانا والمسلمين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا فيما أقمتنا فيه، وأعنا فيما أقمتنا فيه، وكلنا فيما أقمتنا فيه، وخذنا إليك منا وارزقنا الفناء عنا. خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، قوي في رضاك ضعفنا وخذ اللهم قوي في رضاك ضعفنا، وخذ إلى الخير بنواصينا، واجعل الإسلام منتهى رضانا يا رب العالمين. فرج الكرب عن المكروبين، اللهم فرج الكرب عن مكروبين من أمة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. اللهم اقض الدين عنا وعنهم، واشف موتانا وموتاهم، وارحم موتانا وموتاهم، واشف مرضانا ومرضاهم يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة كتاب حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين آمين. ونحن اليوم ما زلنا في كتاب أحكام الزكاة، وكنا قرأنا في المقدمة، وهي لغة أن ماء، وشرعا اسم لمال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة. وتجب الزكاة في خمسة أشياء، وهي المواشي، ولو عبر بالنعم لكان أولى لأنها أخص من المواشي، والكلام هنا في الأخص، والأثمان وأريد بها الذهب والفضة، والزروع وأريد بها الأقوات والثمار وعروض التجارة. وسيأتي كل من الخمسة مفصلة. فأما المواشي فتجب الزكاة في ثلاثة أجناس منها، وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تجب في الخيل والرقيق والمتولد مثلا بين غنم وظباء. وشرائط وجوبها ستة أشياء، وفي بعض نسخ المتن ست خصال: الإسلام فلا تجب على كافر أصلي، وأما المرتد فالصحيح أن ماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام وجبت عليه وإلا فلا، والحرية فلا زكاة على رقيق، وأما المبعض فتجب عليه الزكاة فيما ملكه ببعض الحر، والملك التام أي فالملك الضعيف لا زكاة فيه، كالمشترى قبل قبضه لا تجب فيه الزكاة كما يقتضي كلام المصنف تبعا للقول القديم، لكن الجديد الوجوب. والنصاب والحول، وإحنا واقفين على كلمة والنصاب، والنصاب والحول، فلو نقص كل منهما فلا زكاة. والسوم وهو الرعي في كلاء مباح، فإن علفت المشية معظم الحول فلا زكاة فيها، وإن علفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت زكاتها وإلا فلا. وأما الأثمان فشيئان: الذهب والفضة مضروبين كان أو لا، وسيأتي نصابهما. وشرائط وجوب الزكاة فيها أي الأثمان خمسة أشياء: الإسلام والحرية والملك التام والنصاب والحول، وسيأتي بيان ذلك. وأما الزروع إلى آخره. نشوف كلام الشيخ البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي في قوله: وأما النصاب. هات الحامل الثاني يا أحمد، الحامل الثاني، وسيب البتاع ده مفتوح، سيبه مفتوح. قول: والنصاب وهو بكسر النون قدر معلوم مما تجد فيه الزكاة. يبقى النصاب هو القدر، أقل قدر تجد فيه الزكاة يسموه النصاب، أقل قدر. إذا كان في الماشية من جنس الإبل خمسة، إذا كانت مثلا بقر يبقى 30، إذا كان غنم 40. اللي عنده أقل من 40 غنمة لا زكاة فيه، إن كان عنده أقل من 30 بقرة لا زكاة فيه، لكن
30 فما زاد نبدأ نحس بالزكاة. يبقى سموا ال30 ده في البقر نصاب، يسموا ال40 في الغنم نصاب، يسموا ال20 مثقال في الذهب اللي هو 85 جرام ذهب عيار 21 نصاب، وهكذا. سيبه مفتوح، سيب كل حاجة فيه. والفضة حوالي 600 جرام ده نصاب، فاللي عنده يعني المبلغ ده فما زاد مع بقية الشروط بقى، الملك التام والحرية والإسلام و إلى آخره، والحول ما عدا الزروع ما فيهاش الحول، لأن الحول في الزروع بمجرد أنك أنت بتجني الزرع، وآتوا حقه يوم حصاده، فما فيهاش حول. الحول يعني مرور عام كامل متوفرة هذه الشروط كاملة فيها. كويس؟ أيوه. في الغالب، في الغالب الفتوى على الجديد عند الشافعية، في الغالب الفتوى على الجديد إلا في 14 مسألة نبقى نجمعهم لك مرة بس، فالقول بالقديم فيه في 14 مسألة بس، مش كتير أوي، مش كتير أوي. هو الإمام الشافعي لما جاء مصر وجد إن في أدلة أخرى، والعرف تغير، والوضع القائم في مصر تغير، فالأحكام الشرعية في كثير من الفروع بتتغير بتغير العرف، بتتغير كمان بالواقع اللي الإنسان بيعيش فيه، بتتغير كمان بزيادة الأدلة اللي كانت عنده. لما جاء لقى أدلة عنده من الليث بن سعد، علم تاني من علم الليث بن سعد، غير علم الإمام مالك اللي كان عنده، وعلم الإمام أبو حنيفة اللي خده، وعلم أهل اليمن، لأن الإمام الشافعي طوف البلاد فجمع العلوم كلها. فلما جاء مصر وجد إن في بعض العلوم والأدلة ومع تغير العرف وتغير الزمان وتغير المكان، والفقيه كده، الفقيه يتأثر بهذا، لأن ربنا أمرنا بكده إننا نراعي أحوال الناس، فنبقى ميسرين غير معسرين ونراعي. الجديد يعتبر ناسخ للقديم، إلا في بعض الفروع، يعني حوالي 12 أو 14 فرع بس، وناس وصلهم 16. يعني في ناس كمان يعني، وفي ناس ناقشوا في الستاشر دي كمان، يعني فيها مناقشات كبيرة. قول والنصاب وهو بكسر النون قدر معلوم مما تجب فيه الزكاة كما قاله النووي في تحريري، وهو مختلف في الثلاثة. يبقى هو بيتكلم على الشروط اللي فاتت دي كلها، شروط زكاة ايه؟ الأنعام. واخد بالك؟ فبيتكلم هنا على نصاب الأنعام اللي هو النعم يعني. وهو مختلف في الثلاثة، فأول نصاب الإبل 5، اللي عنده 5 إبل سائمة ملك تام مر عليها النصاب وهو حر، واخد بالك، مسلم، ناخد من الخمسة دول الزكاة بتاعتها غنمة، ناخد غنمة منه. كويس؟ ونبتدي بقى نمشي بعد كده نحسب. وأول نصاب البقر 30، وأول نصاب الغنم 40 كما سيأتي. قوله والحول، الحول اللي هو يعني مر سنة هجرية كاملة، 12 شهر هجري، على ملك النصاب مع توفر كل الشروط طول ايه؟ طول المدة. فلو اختل النصاب او اختل الحول ولو قليل، نبدأ نعيد من اول وجديد ونحسب اول ما ايه؟ ما يتوفر النصاب مرة اخرى. والحول وهو كما في المحكم سنة كاملة. وطبعا لما يقول لك سنة كاملة في كتب المسلمين يقصد سنة هجرية مش سنة ميلادية. وهو كما في المحكم سنة كاملة، وإنما اشترط الحول ده اشترط لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهو وإن كان ضعيفا، الخبر ده وإن كان ضعيف مجبور بآثار صحيحة عن الخلفاء الأربعة وغيره. يعني اثار الخلفاء الاربعه تقوي، وهو ان كان الاثر ده ذاته ضعيف الاسناد، الا ان الخلفاء الاربعه افتوا به فوافق فتواهم، فده جبره وقواه. ولكن لنتاج عندك، ولكن برضه طيب، ولكن لنتاج نصاب ملكه بسبب ملك النصاب حول النصاب. يعني النتاج، افرض انا عندي الغنم دول بلغوا النصاب 40 غنمة عندي في شهر محرم، جينا على محرم اللي بعده
الغنم قاعد بيولد طول السنة، قاعد يولد، فبقى 120 غنم. يبقى هاخد انا طالما مر السنة وانا عندي الـ40، بدأنا بالـ40، يبقى النتاج ده هيتعدى على الاصل، واطلع زكاة 120 غنم. مش هقول كل ولادة اعمل لها شهادة ميلاد واحسب لها حول جديد، فاهم؟ لا، يبقى الحول زي برضو في المال كده، نفس الحكاية في المال. انا عندي دلوقتي يعني نقول كده نحلم ما يجراش حاجة، عندي مثلا 1,000,000 جنيه، واخد بالك، وحاططهم في البنك وعارف الحساب بتاعي. احنا الايام دي ايه، في شهر ربيع النبوي الانور، كويس، عندي 1,000,000 جنيه الحمد لله، وماشي لحد ما جينا ربيع الانور السنة اللي جاية 1430 هجرية. قبلها بشهر قالوا لي عمك اللي مقطوع من شجرة وكان في البرازيل، نقول زي الافلام بقى، مات وورثت منه 10 مليون، تعال استلمهم في بنك مش عارف اس جي بي تي والكلام اللي هم بيقولوا لي، كل شويه يطلعوا لك بنك جديد شكل. فرحت قبلها بشهر واحد او بيوم واحد، ورحت صارف ال10 مليون وحطيتهم على حسابي المليون، بقى عندي 11 مليون، اطلع زكاه 11 مليون. مش هعتبر ان دول، استنى ليهم حول جديد، فهمت؟ ما استناش حول جديد. يبقى طالما انت وصلت للنصاب، يبقى اي نماء يحدث في اثناء الحول، حوله هو الحول الاول، حول النصاب. فهمت المساله دي؟ مهمه الحته دي. لأن في ناس فاكر ان كل مبلغ يجي له عايز يعمل له سنه لوحده. فده يستحيل على فكره اخراج الزكاه بالطريقه دي. هيصعب بالذات لو كان تاجر باتفاق الفتوى. لكن تفكير الفقهاء كتير، اقعد ناقش بقى الفقهاء، تلاقي ناس فكرت كده وناس فكرت كده، لكن في الاخر قالوا كده. لان على التفكير الاول ان كل مبلغ يبقى ليه نصاب، يستحيل ضبط الزكاه حتى على صاحب المال نفسه. تصور انت راجل تاجر بيتاجر كل يوم، وياخد ويدي ويدخل في البنك ويحط بتاعه وياخد ويصرف، عايز يحسب لكل حركه من دي تاريخ، عمليه صعبه جدا، من اصعب ما يكون. لا، بس انا اصلا مخاطب في الشرع ان انا من اهل الزكاة، فاي شيء تجيلي عند حوالين الحول وزاد في الفترة دي، يبقى كل ده بجمعه مع بعض. لا 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 لا، حتى لو جالك ارثا، حتى لو جالك فائدة المال نفسه متراكمة، حتى لو حصل اي حاجة، حتى المرتب اللي بتقبضه وبتوفر نصه او ثلاث ارباعه، كل ده حوله حول المال الاول، واخد بالك؟ يبقى المهم انك انت تكون مخاطب بالزكاه. مخاطب بالزكاه يعني عندك ايه، عندك النصاب وعرفت الحول بتاعك، ما قلش النصاب بتاعك ده طول الحول عن ايه، عن القدر بتاعه اللي احنا مثلا نقول في المال ما يعادل 21 جرام ذهب، عيار 21. يبقى لو قل يبقى انقطع الحول لحد ما يوصل للنصاب، ابتدي احسب. يعني افرض ان انا صرفت المليون دي، جيت اشتريت مثلا حته ارض في المواطن، ما بقاش عندي بقى مليون، خلاص ما انا دفعتها في الارض خلاص. جيت بعد كده ابتديت اكسب، فكسبت حوالي 30,000 جنيه في شهر مثلا رمضان، فابتدي بقى من اول رمضان ابتدي اشوف لرمضان اللي بعده، هيبقى الحول بتاعي بدل ما هيبقى ربيع النبوي هيبقى رمضان. فهمتني؟ لان انا صرفته. جيت انا في رمضان ده، جيت في شوال قلت هروح اقدم للحج، انا كسبت بقى 30,000 الحمد لله. فقالوا لي لا لا، ده الحج ده ال 30,000 دول يا دوب تحج ماشي، يركبوك حماره. حاضر، نحج بحمار، خدوا ال 30,000 عايزين نحج. فرحت صارفهم تاني، وجاي بقى في ايه، في نص ذو الحجه، الحمد لله مبروك الحج جه وعم الحج جه. وبعدين جيت على محرم كان ليا تجاره، فرحت قابض 10,000 جنيه، بقيت ايه، ابتدي احسب من محرم، واخد بالك ازاي؟ قعدت بقى ال 10,000 دي تزيد 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 لحد محرم اللي بعده، بصيت لقيت عندي 80,000، اطلع زكاه 80,000 بس في محرم،
سبت ربيع وسبت شوال وسبت رمضان، فهمتني ازاي؟ ادي الطريق سهله يعني. المهم يبقى عندك نوته بتحسب صرفت امتى، ما بقتش من اهل الزكاه امتى، بقيت مخاطب بالزكاه من امتى، وتراجع صرفت قبل ما يحول الحول، اروح مغير التاريخ شاطبه، واخد بالك، لحد ما ايه ابرأ ذمتي. وعشان كده بيقول ايه، ولنتاج نصاب ملكه بسبب ملك النصاب حول النصاب، يبقى النتاج حوله حول النصاب الاول، فهمت ازاي؟ وان ماتت الامهات، حتى الامهات لو ماتت اللي ولدت مش مشكله، ما هو في نماء، لان المعنى في اشتراط الحول ان يحصل النماء، والنتاج نماء عظيم فيتبع الاصول في الحول. ولقول عمر، سيدنا عمر رضي الله عنه، اعتد عليهم بالسخلة. يعني سيدنا عمر كان يقول للراجل اللي بيجب الزكاة، عامل الزكاة، تروح عد عليهم ولو معزة صغيرة لسه مولودة، عدها بالسخلة. يبقى كان بيحسب النتاج والنماء من ضمن ايه ما يؤخذ. ولو ادعى المالك النتاج بعد الحول، افرض بقى المالك وجاب الزكاة جاي زي بتاع الضرايب، يحاسبه بقى، عايز يحس بماله، فيقول ده لا، ده احنا الحول بتاعنا اول شهر ربيع والحاجات دي اتولدت نص ربيع بعد المولد، وانا حساباتي من اول ربيع، فده اتولدت بعد ربيع، ما تاخدش فيها، ما تعدهاش دي، فهمتني؟ قال له كده، قال للي بيجب الزكاه كده، انها ولدت ايه بعد الحول، صدق. الملك يصدق لأن الأصل عدم وجوده قبله، الأصل كده إن أنا أصدق صاحب المال، مش هعمل تحقيق وأقعد أعذبه عشان يعترف وفي الآخر يعترف بما لم يحدث، ما ينفعش، الإسلام ما يحبش كده، حتى أي اعتراف تحت وطأة التعذيب والإكراه غير معتد به شرعا عند قضاة المسلمين، لأن الأصل عدم وجوده قبله. طب افرض الساعي شم ريحة خيانة كده، إن الراجل ده شكله كده راجل عايز يتهرب من الزكاة، فإن اتهمه الساعي يسن تحليفه، يقول له طب احلف على سبيل إيه؟ على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، كويس، يسن تحليفه. وهكذا أيمان الزكاة كلها مسنونة، ما فيش فيها أيمان واجبة خالص، كل الأيمان المتعلقة بباب الزكاة كلها، كل ما يجي لك يسن يحلف يحلف أو يحلف، كلها أحكامها سنة وليست واجبة، يعني ما فيش أيمان واجبة في باب الزكاة. قوله فلو نقص كل منهما أو أحدهما، فلو نقص النصاب والحول أو أحدهما، يبقى إيه؟ أي من النصاب والحول، والمراد كل منهما ولو منفردا عن الآخر، فاندفع قول بعضهم كان الأولى أن يقول ولو نقص أحدهما، أي لإيهامه أن المراد نقصهما معا، وليس كذلك، يعني مش شرط ينقصوا الاثنين الحول والنصاب معا، لا، أحدهما يكفي، وليس كذلك، إذ لو نقص النصاب وحده فلا زكاة، وكذا لو نقص الحول وحده ولو بلحظة فلا زكاة. يعني أنا الزكاة بتاعتي بتطلع في أول ربيع، والراجل جاب الزكاة مأيدني عنده كده، كل أول ربيع عنده أسماء ناس معينة بيروح لهم، وكل اتنين ربيع عنده أسماء ناس تانية، وتلاتة ربيع عنده أسماء ناس تالتة، ما شغلته بقى، عنده دفاتر وشغال. فأنا جالي أول ربيع يدور على الزكاة بتاعتي، يقوموا يقابلوه ولادي، يقولوا له ده مات امبارح، ده امبارح مات، واخد بالك، والمال ابتدى يتفرق وتقسم، ولما تقسم بقى اقل من النصاب، نصيب كل واحد فينا اقل من النصاب، يبقى معلوش الزكاه، لان نقص ولو لحظه، واضح؟ وتقسم المال خلاص وكل واحد خد فبقى اقل من النصاب، خدت بالك المثال؟ والسوم، السوم ده ان هو يرعى في كلأ مباح، يعني عكسه المعلوف. وأنزل وهو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب وفيه شجر ومنه شجر فيه إيه تسيمون، أدي تسيمون هنا جاية من السوم، يعني يرعى البهائم والمواشي ترعى فيه بدون تكلفة، ربنا هو اللي زرعه وربنا هو اللي سقاه، وفي أرض غير مملوكة لأحد، وتطلع الغنم بتاعتك والإبل تاكل ببلاش وتشرب ببلاش،
وقاعده بتنمو وتكتر ببلاش، ده اسمه الصوم. يبقى الصوم ده شرط برضو عشان تجب الزكاه، يقابل الصوم المعلوف. والصوم لو قال والاسامه، خد بالك الاسامه لكان اولى، اذ المعتبر اسامه المالك ولو بنائبه لها مع علمه بملكها. طب افرض هي كان بيعلفها، لكن من وراه كده بالليل الغنم كده تروح خارجه واكله من بره من الكلاء المباع، بس هو بيعلف، هو مش اللي بيساوم، يبقى لا زكاه فيه لان هو ما ساومهاش، هو كان بيعرفها. مش كده بيقول لك لو قال الاسامه احسن. فلو سامت بنفسها او اسامها غير المالك كغاصب او ورثها ولم يعلم بها، كل دي امثله، ورثها وما عرفش بالارث الا بعد 3 4 5 شهور، يبقى في الحاله دي لا زكاه فيها. نبتدي نحسب من اول ما تبقى في ملكه ويقسمها هو، يخرجها لوحده. او برضه اغتصبها غاصب وبقى يسمها الغاصب ده لحين ما ردها لك، انت ما كنتش بتسمها، يبقى انقطع الحول، يبتدي تعد من اول ما تيجي في ايدك تاني، خدت بالك؟ لان ما كانش في ملك تام، مش ملك تام وبس، ومفيش إسامة المالك كمان، لكنه الملك التام احنا قايلين المغصوب بيتحسب، المغصوب بس في المال، لكن لو كان في الحيوان لأن مفيش إسامة المالك بيقطع الحول، لعدم إسامة المالك له. فلا زكاة فيها لفقد إسامة المالك المذكورة. واختصت السائمة بالزكاة دون المعلوفة، يبقى السائمة عكسها المعلوفة، اللي أنت بتجيب لها أكل على حسابك دي بتعلفها، يبقى دي لا زكاة فيها. واختصت السائمة بالزكاة دون المعلوفة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ مباح أو مملوك قيمته يسير لا يعد مثلها كلفة. يعني افرض حتى الأرض اللي فيها الكلأ المباح ده ملك عام للحكومة وعاملة ضريبة، ضريبة بسيطة مقابل إنها تسمح لك إن الغنم بتاعك يرعى في الأرض دي ياكل فيها، بس الضريبة دي ضعيفة، كلام فارغ. يعني يقول لك ادفع بس ايه 5 جنيه وتدخل 1000 غنمة كل يوم تسرح في 20-30 فدان، واخد ايه يعني 5 جنيه؟ يعني ولا حاجة، مقابل ان هياكلوا قد 1000 غنمة تاكل، يبقى ولا حاجة، يبقى ما زالت سائمة برغم انك بتدفع مبلغ بسيط، واخد بالك؟ لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها. والكلام في غير العوامل، في غير العوامل، لو كانت المواشي بتاعتك عاملة، يعني انت بتستعملها في جر الايه العربات، في حمل مؤن الناس، في نقل الناس، يعني مستعملة في حرث الاراضي، يبقى هنا لا زكاة فيه، عوامل دي واخد بقى شغالة. والكلام في غير العوامل، اما هي فلا زكاة فيها لانها ليست معدة للنماء بل للعمل. قول وهو الرعي، الثوم هو الرعي في كلأ مباح، اي او مملوك قيمته يسيرة كما مر، قد يكون ملك عام للدولة، وقد يكون ملك لاحد من الناس وعامله يعني شبه ثواب، بس مجرد حاجة تنظيمية بس، عامل سور حواليه ويقول لك اللي يدخل يدفع ايه رسم دخول، واللي يخرج ايه يسلم التذكره بتاعته بعد ما يخرج، كلام فارغ ما يجراش حاجه، طالما مش هيكلفه كتير يبقى برضه سائم. وهو الرعي في كلأ مباح، يبقى الثوم معناه في الغنم السائمه زكاه، الرسول قال كده في الغنم السائمه زكاه، حديث كده العلماء خدوا منه شرط الثوم، وخدوا بمفهوم المخالفة إن المعلوفة لا زكاة فيه، خدوا بمفهوم المخالفة المعلوفة لا زكاة فيه، خدت بالك؟ والعاملة لا زكاة فيه، أي أو مملوك قيمته يسيرة كما مر. والكلأ بالهمزة الحشيش مطلقا، رطبا أو يابسا، اللي هو بقى الحشيش، برسيم، ضراوة، زي ما بيسموه بقى الناس بتوع الايه اللي بيزرعوا الحاجات دي عارفين، سواء كان يابس او سواء كان رطب يسموه الكلأ، الناس شركاء
في الايه، في الماء والكلأ والهواء. الرسول قايل كده الناس كلهم سواسية شركاء في الماء والكلأ والهواء. اتفضل. مش مشكلة، مش مضايقانا يا عم، عندنا 5 عيال مجربين الحاجات دي. كان عيالي كده يحبوا وانا بعمل الماجستير ويمسك الورق يقطعها بعد ما اكتبها، ارجع تاني اكتبها عادي يعني، مجربين الحاجات دي. يعني عشنا المسائل دي كلها وما زلنا. لازم نطول بالنا. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الاطفال دول يوقف الاحكام، يوقف الاحكام عشان الاطفال. شوف يعني مش يمشي الطفل عشان هو يستمر في الدعوه، لا ده يوقف الدعوه، يوقف كل حاجه، يغير الصلاة يخليها قصيرة بعد ما كان عايز يطولها. شوف قد إيه، يغير الأحكام، كل ده من أجل الطفولة. فعنده الطفولة دي مهمة أوي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجة يغير الأحكام خالص. أنت مثلا عندنا إحنا إن الطواف لازم تبقى طاهر ومتوضئ وساتر عولتك ولا تحمل نجاسة. مش كده برضه؟ طيب، معاك عيل صغير بيرضع، ممكن تلبسه البامبرز وتحمله تبقى حامل نجاسة، وتطوف بيه وطوافك صحيح، وتنويله حج ويبقى حجه صحيح، يبقى بيطوف وبيتبول وبيتكرع وبيقشط وبيعمل كل حاجة، كل جوه الطواف، وطوافه محسوب، ربنا يحسبه له صحيح. شوف ربنا يوقف الأحكام من أجل، ومدي ظهره لإيه؟ للمطاف كمان، لأن أنت شايله كده مدي ظهره. يعني أنت لو مشيت طفت بظهرك طوافك باطل. انما الطفل اللي شايله على صدرك كده مدي ظهره لاتجاه المطاف، فما يقولكش طوافه باطل، يقولك طوافه صحيح، ده طفل يا عم طوافه مشيه. شوف قد ايه بقى الاحكام كلها تتوقف مع الطفوله. شفت بقى الرحمه والجمال، كل حاجه تتوقف. ده كان يوقف صلاه الجمعه، خطبه الجمعه سيدنا النبي، علشان سيدنا الحسن حبه وجاله شبط في المنبر، يروح نازل من على المنبر يقطع الخطبه ويروح شايله ويطلع يكمل خطبه وهو شايله، عشان يعلم الناس الرحمة صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا هنا قلنا ايه؟ يبقى الناس شركاء في 3، في الماء والهواء والكلأ. كلأ المباح يعني. الكلأ قلنا بالهمز الحشيش مطلقا، رطبا او يابسا، انما لو عايز اليابس العرب تسميه الهشيم. كويس؟ طب لو عايزين الرطب لوحده يسموه العشب والخلا وهو الرطب. لكن لو قصد بقى الرطب واليابس يقول لك الايه؟ الكلأ. خدت بالك؟ دي لغة العرب. لكن لو قال لك العشب او الخلا يقصد الرطب، ولو قال لك الهشيم يبقى اليابس منه. وخرج بالمباح المملوك ولو مغصوبا. انا بقى ايه؟ بخلي الغنم بتاعتي ترعى في الكلأ في أرض جاري من غير إذنه، ما ينفعش، يبقى يخرج بالمباح المغصوب، واللي في أرض مملوكة للغير، لأن المملوك للغير ده لما يرعى غنمي فيه هيروح للقاضي يشتكيني، القاضي هيقول لي أنت عندك كم غنمة وراعت كم يوم وكلت قد إيه، ويحسب لي ويقول له اديله 2000 جنيه، اديله 5000 جنيه، يبقى دفعت ثمن، بقت معلوفه، ده بقت معلوفه خلاص. خدت بالك؟ فيبقى لازم تبقى ايه؟ في كلأ مباح. يخرج بكلمه المباح دي المملوك ولو مغصوبا، ولو جمع الكلأ لها فلا زكاه. طب افرض انا بروح للكلأ المباح واقطعه وجايب عمال وتجيبها لي في ايه؟ في الزريبه عندي او في مكان اللي بربي فيه الحيوان، وبدفع اجره للعمال اللي بتقطع، بقت معلوفه، بقت معلوفة. خدت بالك؟ فلا زكاة وظاهر سكوتهم عن الشرب. طب والشرب؟ ما حدش قال لك في الشرب حاجة، فسكتوا عن الشرب. وظاهر سكوتهم عن الشرب كما قاله ابن القاسم أن استقاء الماء وسقيها إياه لا يضر في وجوب الزكاة، ويوجه بأن الغالب أنه لا كلفة في الماء، ولو فرض فيه كلفة فهي يسيرة بخلاف العلف، فلو كان فيه كلفة شديدة منع وجوب الزكاة. يعني طب افرض المية في مكان نادر وبتدفع عليها رسوم كبيرة، تمنع وجوب الزكاة لأنها هيبقى فيه تكلفة.
كالعلف المملوك الذي قيمته غير يسير. فإن علفت الماشية هذا مقابل السوم، فإن علفت، وقول معظم الحول أي أو كله بالأولى. افرض ان انا في منطقة الكلأ بينبت 5 شهور في السنة وبقية السنة ما فيهاش كلأ، فانا بعلفها معظم السنة ما عدا ال5 شهور دي بتاخد من الكلأ، يبقى في الحالة دي لا زكاة فيه. كويس. طب افرض ان انا بخليها تاخد من الكلأ المباح يعني اقل من نصف العام، بحيث انها بتاكل اكل ما يضرهاش لو تركته، يعني لو تركته لا تضر، يعني لو استغنيت عنه خالص هتبقى عايشه كويس، يبقى في الحاله دي يبقى انا اللي بعلف. طب افرض ان انا بسيبها بتحتاج انها ترعى في الكلأ المباح ده نصف العام فاكثر، وانها لو لم ترعى في الكلأ المباح في الفتره دي يحصل لها ضرر بالغ، واخد بالك، يحصل لها ضرر بالغ، هيبقى فيها زكاة. واضح؟ فهيقول لك هنا التقسيمات دي. فإن علفت الماشية هذا مقابل السوم، وقول معظم الحول أي أو كله بالأولى، وقول فلا زكاة فيها سواء علفها ملكها أو اعتلفت بنفسها، وقول وإن علفت نصفه فأقل، قد وقع للشارح اختلال في هذه العبارة والصواب أو علفت نصفه فأقل قدرا لا تعيش بدونه، أو تعيش بدونه لكن بضرر بين، أو بلا ضرر بين لكن قصد به قطع السوم فلا تجب زكاته. أما لو علفها مالكها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم وجبت زكاته. سهل الكلام. كويس؟ يعني لو علفها قدر تعيش بدونه وما يحصلهاش ضرر ولا يقصد به قطع السوم تبقى وجبت الزكاة فيه. لو علفها قدرا تعيش بدونه بضرر يعني محتاجاه او قصد قطع السوم لا تجب الزكاة فيه. واضح؟ سهلة الحكاية دي. واما لو علفها مالكها قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم وجبت زكاتها كما في شرح الخطيب وغيره. فقول الشارح وإن علفت نصفه فأقل قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين وجبت زكاتها غير صحيح في النصف، لأن الحكم فيه بعدم وجوب الزكاة صحيح في القدر الذي تعيش بدونه بلا ضرر بين، لكن بزيادة قيد وهو ولم يقصد به قطع السوم. ومثل نصف القدر الذي لا تعيش بدونه أو تعيش بدونه بضرر بين أو بلا ضرر لكن قصد به قطع السوم فلا تجب الزكاة فيها، كما أشار إليه بقول وإلا فلا ما في عبارته، وإلا فلا على ما في عبارته من الخلل. ولو قال وإن علفت قدرا، خد بالك الاختصار ده هيشرحها لك كويس، وإن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم وجبت زكاته، وإلا فلا، لو قال كده لاستقامت عبارته والماشية تصبر عن العلف يوما أو يومين لا 3. كده خلصنا تقريبا الشروط المتعلقة بزكاة المواشي. وأما الأثمان اللي هو النوع الثاني من الخمسة، وأما الأثمان أي التي هي الثانية من الخمس المتقدمة للخمس أصناف اللي بتجب فيها الزكاة. احنا قلنا الخمس أصناف المواشي والأثمان والزروع، مش كده برضو، والثمار وعروض التجارة الخمس. وأما الأثمان أي التي هي الثانية من الخمس المتقدمة، والأثمان جمع ثمن كجمل وأجمال. وقوله فشيئان أي فهي شيئان، الأثمان شيئان، قول الذهب والفضة بدل من قوله شيئان. والأصل في وجوب الزكاة فيهما اللي هو الذهب والفضة يعني قبل الإجماع، قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تكوى بها جبه ايه؟ تكوى بها ايه؟ جباههم، مش كده؟ وجنوبهم وظهورهم
طيب الجباه ليه؟ عشان اول ما يجي له الفقير يبقى ايه، يعمل كده ويدي له جنبه، وبعدين بعد كده يسيبه ويدي له ظهره. فالفقير بيشوف فيه ايه؟ قرطه اللي اتبول، ويشوف جنبه ويشوف مدي له ظهره، يقوم يجي له في الحتة دي ربنا يكويه بالذهب بتاعه. فهي برضو فيها حكمة يعني. فإن الكنز اللي هو الذين يكنزون هو الذي لم تؤد زكاته ولو كان فوق الأرض. أصل الكنز في لغة العرب المال اللي مدفون في الأرض، لكن الكنز في الشرع هو كل مال لم تؤد زكاته ولو فوق الأرض. أما كل مال أديت زكاته ولو تحت الأرض فلا كنز فيه. واضح؟ فإن الكنز هو الذي لم تؤد زكاته ولو كان فوق الأرض، وما أديت زكاته لا يسمى كنزا ولو كان تحت الأرض. أما الأثمان مضروبين اللي هم إيه؟ الذهب والفضة مضروبين، يعني مسكوكين عملة، يعني معمولين عملة. أدي معنى المضروب المسكوك يعني. مضروبين كان أو لا، أشار بذلك لأن المصنف أراد بالأثمان مطلق الذهب والفضة، وإن لم يكونا مضروبين وهو حسن شرعا، وإن كان غير مطابق لتفسير الأثمان لغة فإنها هي الدنانير والدراهم خاصة كما قاله النووي في تحريره، فلا تطلق لغة إلا على المضروب منهما. طبعا الوقت ما تقولي زكاة الجنيه المصري دي هي زكاة الأثمان، لا، ده زكاة عروض تجارة. الجنيه المصري ده عروض تجارة، الدولار ده عروض تجارة، اليورو ده عروض تجارة. فبتشوف قيمته قد إيه وتجيب 21 جرام ذهب قد إيه منه، ويبقى هو ده بتطلع ربع عشره لأنه بتقيمه زي واحد عنده جبنة وبيتاجر فيه. فإذا بلغت الجبنة ما يعادل 21 جرام ذهب يطلع ربع العشر. فالجبنة والبطاطس وأي تجارة الجنيه المصري بقى زيها عروض تجارة، يختلف. انت الوقت بتجيب مثلا شوال الدقيق ب 150 جنيه، بعد شوية تجيب شوال الدقيق ب 200 جنيه، وبعد شوية الحكومة تزود المعروض تقوم تجيب شوال الدقيق ب 75 جنيه، يبقى بتتفاوت سعره. يعني عروض تجارة، لا ذهب ولا فضة. فهمتني؟ بس الزكاة بتاعتنا دي بتاعت الجنيه المصري زكاة عروض تجارة، لأن زكاة عروض تجارة نصابها نصاب الذهب والفضة، تقيمها بالذهب والفضة وتطلع ربع العشر. واضح؟ لكن أيام ما كان الجنيه المصري له غطاء ذهبي كانت زكاته زكاة الذهب، لأنه ليه غطاء ذهب. كنت تقدر تاخد الجنيه الورق ده أيام أجدادنا يعني، يروح البنك يديه في البنك الورقة دي يديله جنيه ذهب بداله، وفرق مبلغ بسيط ثمن الورقة والطباعة كمان، واخد بالك؟ إنما دلوقتي خلاص. في السبعينيات الأمريكان، كان رئيس أمريكا مش فاكر كان مين، ريجن، لا المهم يعني راح إيه، يعني منع أن يكون هناك رابط بين الذهب وبين العملات الورقية، فعومها. قال لك مش عايزين نعمل كده، خلي الذهب ده مخزون ملوش دخل، والعملات الورقية دي تبقى عايمة ليست لها رصيد ذهب. وانتشر هذا، لما جم عوموا العملة جنيهنا المصري غرق، ومن ساعتها غرقان لحد دلوقتي. وده فساد عمله الأمريكان في الاقتصاد العالمي كله على فكرة، حصل خلل في الاقتصاد العالمي كله، في السوق التجاري كله في العالم بسبب الخلل بتاعهم ده. يعني كان زمان لما بيبقى مرتبطة كان يمنع التضخم، لكن الوقت بقى فيه تضخم، سهل الحكومة تقول للمكن اطبع ورق وزود مرتبات الموظفين. يطبع ورق ايه يعني؟ وبعد كده تبص تلاقي الالف جنيه بتجيب اللي كان يجيبهم المية جنيه، يبقى ده غشونا. بس اسم ان انا ايه، مرتبي زاد بقى الف جنيه وهو كان زمان 100 جنيه، طب ما هي الألف هي بتعيشني زي ال 100 جنيه بتاع زمان. فالحكاية دي الفساد ده كان بسبب الأمريكان في الاقتصاد العالمي كله للأسف. فهنا بيقول لك إيه؟ وسيأتي نصابهما، أي نصاب الذهب والفضة، في قوله ونصاب الذهب 20 مثقالا. الرسول بيقول ليس فيما دون 20 مثقال إيه؟ زكاة، وليس فيما دون 200 درهم زكاة. حديث كده يبقى حد العشرون مثقال، المثقال دينار والدينار 4 جرام ذهب وربع، كويس، والمئتين درهم، الدرهم 2 جرام و9 من 10 فضة،
يبقى 2 جرام و9 من 10 في 200 يطلع لك عدد جرامات الفضة كنصاب، تحسبها تطلع حوالي 590 جرام فضة. كان مشايخنا يقولوا لنا 600 وخلاص مشيها مشي حالك، قال لي 600. والذهب يطلع حوالي 85 جرام ذهب عيار 21، فتشوف انت جرام الذهب عيار ال 21 بكام وتضربه في 85 يطلع لك نصاب عروض التجارة اللي هو الجنيه المصري. احنا دلوقتي جرام الذهب بكام؟ 140. طب اما نضربه في 85 يطلع كام؟ يعني دلوقتي النصاب حوالي 13000. كان ايام الشيخ محمد بخيت المطيعي كان 30 جنيه مصري. ها؟ محمد بخيت المطيعي. محمد بخيت المطيعي شيخ جامع الازهر، شيخ الازهر. كان هو نص على كده في ايامه، قال لك لو بلغ كان 12 جنيه يا رب الاول جنيه مصري، بعدها مش عارف بكام سنه ارتفعت الاسعار وحصلت مش عارف ايه يعني خلل اقتصادي على مستوى العالم، فوصل النصاب 30 جنيه مصري، واستمر 30 جنيه مصري لحد قرب قيام الثوره. اللي معاه 30 جنيه مصري يبقى ده النصاب. 30 جنيه مصري كانت تعادل 13000 اللي بتقول. وبعد كده قعد بقى فلت مننا. ايوه يبقى ده النصاب بتاعك، عندك 13000. بلغت انا مبلغ 13000 حطيتهم في الدولاب عندي يوم 21 ربيع الاول. اجي بقى السنه بحيث ان ما قلوش طول السنه دي ما قلوش لحد بقى 21 ربيع الاول السنه اللي بعدها، اشوف في الدولاب كام وفي البنك كام وفي جيبي كام، واخد بالك، وتحت البلاطه كام، واجمع كله واطلع ربع العشر. واخد بالك؟ احنا بنقول عيار 21. عيار 21 يبقى بيقول لك هنا اي نصاب الذهب والفضة في قولي ونصاب الذهب 20 مثقالا مع قولي ونصاب الورق 100 درهم. فالضمير راجع للذهب والفضة كما هو الظاهر من كلامه، ويكون الشارح ساكتا عن التنبيه على اتيان بيان نصاب الماشية اتكالا على العلم مما سيأتي، لانه هيجي لك بعد كده في زكاة المواشي هيقولها لك بالتوسع. ويبعد رجوعه للماشية والاثمان وان كان افيد. وشرائط وجوب الزكاة فيها اللي هي الاثمان الذهب والفضة، يعني الضمير عائد على الأثمان، ولذلك قال الشارح أي الأثمان، ولو قال فيهما بضمير التثنية ليعود على الذهب والفضة لكان أولى. هكذا قال المحشي اللي هو البرماوي تبعا للشيخ الخطيب، لكون رجوعي للأثمان ربما يهم اختصاصه بالمضروب من الذهب والفضة بالنظر للغة، وفيه بعد بعد تفسيرها شرعا بما يشمل المضروب وغيره، إلا أن يقال هو المضروب وغيره ليه؟ عشان يدخل زكاة الحلي. لما يقول لك مضروب وغيره عشان يدخل لك زكاة الحلي كمان من الذهب والفضة. إلا أن يقال أن ذلك أصرح في المقصود، والأولى في توجيه أن يقال لكون الضمير راجعا لأقرب مذكور. أصل بيقول الزكاة فيها، بيقول لك كان الأولى يقول فيهما عشان يبقى الذهب والفضة. إنما لما يقول فيها دي تبقى راجعة للأثمان. تنفع برضه تمشي يعني. قول خمسة أشياء هي الشروط السابقة لكن بإسقاط الصوم. طبعا الذهب والفضة مش محتاج كلأ مباح يرعى فيه، يبقى هنسقط الصوم بس سهلة، وتبقى هي الشروط اللي فاتت، الإسلام والحرية والملك التام، واخد بالك، والحول والنصاب، الحاجات اللي احنا أيوه. طب لو واحد عنده ذهب بس مثلا 30 جرام 18 و40 بيحسب برضه، بيحسب ال 18 جرام بيحولها كله الى ما قيمته. ايوه طبعا يحولها كده. ما هتيجي بقى زكاة الحلي، لو كان جاب الحلي بقصد ان هو يدخر مال لا للتزين يبقى تجب فيه الزكاة اذا بلغ النصاب. اذا كان جايبه للزينة، يعني جايبه عشان يديه لمراته تتزين بيه، لبنته تتزين بيه، او يسلفه للناس في المناسبات يفرحوا بيه، جاره مثلا بنته بتتجوز يروح مسلفها الاسوره والخاتم وبتاع تتزين قدام الناس تفرح، وبعدين يجيبهم له الصبح. كان الناس كده تعمل الحاجات دي زمان، كانوا اهل خير عشان يفرحوا الناس، واخد تلبسها ليله يعني ليلتين مش مشكله، واخد بالك. فاذا كان بيعمل كده يبقى لا زكاه فيه لانه بيستعملها بطريقه مباحه. انما لو هو كل ما يدخر معاه مال يروح شاري بيه ذهب، يبقى هنا بيقتنيه اقتناء المال،
يبقى في الحالة دي عليه زكاة. إنما لو هي شايلاه علشان تتزين بيه وما بلغش قدر كبير بالنسبة لأقرانها لقرينتها يعني، فلا زكاة فيها عندنا عند الشافعي. ولكن الأحناف عندهم الزكاة في الحلي مطلقا إذا بلغ النصاب، طالما عندها حلي 85 جرام تطلع زكاة، خدت بالك وخلاص. ما هو بيقول لك طالما شايلاه معد للزينة ولو لم تلبسه طول العام لا زكاة فيه، خلاص، طالما هو أصلا جايبه للزينة حتى لو ما تزينتش بيه. خمسة أشياء هي الشروط السابقة لكن بإسقاط الصوم وقول الإسلام إلى آخره، محترزاتها معلومة مما تقدم. والحول، فلو زال ملكه في أثناء الحول عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره انقطع الحول، فلو عاد بشراء أو غيره استأنف الحول لانقطاعه بزوال ملكه، فعوده ملك جديد لا فلا بد له من حول. ومن ذلك ما لو باع نقدا بنقد، يعني لازم يبدأ الحول من أول ما يملكه. طب باع واشترى بعد يومين يبتدي حول جديد بعد يومين، طب جاء بعد يومين باع واشترى يبتدي حول جديد بعد 3 أيام، طب باع واشترى، يبقى الصيارفة دول اللي كانوا بيشتغلوا في الدنانير لا زكاة عليه مطلقا، لأن قاعد يبيع ويشتري يبيع ويشتري يبيع ويشتري ما عندوش حول. حول ايه بقى ده؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك ما لو باع نقدا بنقد بشروطه كما يفعل الصيارفة استأنف الحول كلما بادل. ولذلك قال ابن سريج بشر الصيارفة، ابن سريج ده مجدد المئة الثالثة، مش يقول لك كل 100 سنة يأتي من يجدد الله عليه الدين، ابن سريج كان يقولوا عليه كده مجدد 100 الثالثة من أصحاب الوجوه الشافعية، وكان علامة كبير من العلماء الكبار يعني شدت إليه الرحال من جميع أقطار بلاد المسلمين، وكان هو أكبر شافعي في عصره يفتي على مذهب الشافعي. فبيقول إيه؟ ولذلك قال ابن سريج بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم، بأن لا زكاة عليهم. في عندي نون زيادة كده، بأن لن، أنا عندي بأن لأن، بأن لا زكاة عليهم، لكن إذا فعل ذلك بقصد الفرار من الزكاة فقد كره. افرض بقى الراجل ده عنده أموال فراح حطها في الصرافة بتاعته قاعد يبدلها بقصد الفرار من الزكاة، يعني مش مجنبها، كره بس، يبقى دي حيلة وما يصحش انك تعمل كده مع ربنا، يعني عيب تقلق، واخد بالك؟ كره بس. لأنه فرار من قربة، بخلاف ما إذا أطلق أو كان لحاجة فقط أو لها وللفرار فلا يكره. لكن افرض هو حط المال كده ومش في قصده الفرار ولا يعرف حتى احكام الزكاة، مش في باله الحكاية دي، خلاص لا مش مكروه، هو ما يقصدش. او مثلا ايه، بيعمل كده لحاجة ان ماله ساعات يقل شوية اللي بيتعامل فيه، فياخد شوية من المكنوزة عنده يزود يعمل له سيولة شوية وبعد ما كده يرجعه تاني وبعدين يجيبه تاني وهكذا، فلحاجة يعني يبقى لك راهته. فان قيل يشكل، اخد بالك الحتة دي بقى هيجيبها لك في حكاية الضبة للذهب في الآنية، ضبة الذهب في الآنية في أول الكتاب. ضبة الذهب لو عندك إناء وضببته بضبة يعني صلحته، الضبة دي يعني إيه؟ يعني الإناء اتكسر والإناء ده قيم، فتروح توديه للراجل يقول لك ده عايز يتضبب بذهب أو بفضة، يعني إيه يتثبت، فراح ضببه لك بضبة الذهب. إحنا عندنا ضبة الذهب إذا كانت لحاجة مكروهة، وإن كانت لزينة حرام، وإن كانت لحاجة مع زينة مكروهة، واخد بالك؟ وإن كانت لحاجة ولكنها كبيرة كمية الضبة فيها كتيرة حرام، خدت بالك بالتفصيل كده. إنما الفضة مباحة إن كانت قليلة لزينة أو كثيرة لحاجة في الفضة. الكلام ده قلناه زمان بقى يمكن من حوالي 5 6 سنين، واخد بالك؟ فهو عايز يجيب لك هناك
هناك احنا قلنا بيقول لك هنا الصيرفي ده لا يكره لو هو ايه بيستعمل ماله ويقوله بقصد ايه، لكن في ضبط الفضه الذهب هناك قلنا يكره. طب بيقول لك ليه هنا قلنا يكره وده ذهب وهنا قلنا لا يكره وده برضو ذهب؟ فهمت؟ هو عايز يجيب لك ده اسمه ايه الفروق، علم يسموه الفروق، عكس علم الاشباه والنظائر، عكس علم الاشباه والنظائر. علم الاشباه والنظائر في الفقه يجيب لك الحاجات المسائل في الابواب المختلفه اللي حكمها واحد، انما علم الفروق يجيب لك الاشياء اللي هي شكلها حاجه واحده وحكمها مختلف يسموها الفروق، فده تبع علم الفروق. فبيقول لك ايه هنا بقى؟ فان قيل يشكل على ما اذا كان للحاجه وللفرار بما اذا اتخذ ضبه صغيره لزينه وحاجه في الاناء، يعني ضبه ذهب لزينه وحاجه. احنا قلنا الضبه الصغيره من الذهب اذا كانت لزينه فقط حرام، لزينه وحاجه مكروه، وان كانت كبيره حرام مطلقا سواء لحاجه او لزينه. سهله؟ فهنا بقى بيقول لك ايه؟ اذا اتخذ ضبه صغيره لزينه وحاجه فانه يكره، وهنا قلنا يباح لي ان هو يعني يتعامل حتى ولو قصد ايه للحاجه يعني وكان لحاجه. اجيب بان الضبه فيها اتخاذ فقوي المنع، بخلاف ازاله الملك فان فيها ترك اتخاذ. ادي الفرق في الحكم، ان الضبه فيها اتخاذ واقتناء، والتاني فيها رفع يده عن الملك بالتصرف في التجاره، فرفع اليد اخف من ايه من وضع اليد، فاختلف الحكم. فهمتني بقى المساله؟ ادي حساسيه الفقيه في المساله اللي شكلها عند غير الفقيه واحد، الفقيه يروح مطلع لك منها. زي ما الدكتور علي جمعه في هذا الزمان ميز بين القرض الذي يجر نفع اللي يبقى ربا، والقرض اللي يجر نفع اللي ما يبقاش ربا. طول عمر المسلمين يقول لك كل قرض جر نفع فهو ربا، الحديث نصه كده. فالدكتور علي جمعه قال لك لا، ده يحمل على القرض الاستهلاكي مش القرض الاستثماري. القرض الاستثماري يجوز. شفت ازاي بقى؟ ليه؟ لان وجد فرق هو عنده كفقه، قد يختلف معه فقيه اخر ولا يجد ان الفرق ده مؤثر في الفتوى، ما يضرش. طول عمر الفقهاء يختلفوا ما يضرش حاجه، اختلافهم لمصلحتنا احنا، واخد بالك؟ امشي انا مع من يجيز وانتهينا ورايح مخ. لكن طول عمر الفقهاء كده كل واحد يختلف حسب وجهه نظره. فجاء الدكتور علي جمعه نظر للقروض، قال لك ان احنا دلوقتي في قروض بناخدها نعمل بيها مشاريع استثماريه بتنعش اقتصاد البلد وبتوفر وظائف للناس، واحنا بقينا في زمن في بطاله. كويس؟ فلو قلنا كل قرض جر نفع فهو ربا مطلقا على الفتوى القديمه، وهي كانت قروض استهلاكيه، انا بقترض عشان ابني بيت اسكن فيه، بقترض علشان اجيب عربيه اركبها، ده اسمه قرض استهلاكي، يبقى ده بس القرض الربوي. لكن لما اقترض انا واستثمر ما بيدينيش البنك الا لما بيدرس دراسه جدوى قويه للسوق وللمشروع بحيث يطمئن ان هذا مربح وان الربح بتاعه يتعدى الفائده اللي هياخدها منه مقابل التقسيط. وبالتالي الدكتور علي جمعه قال في هذا الزمان نجيز القرض الاستثماري ولا نجيز القرض الاستهلاكي فهو ربا. قد يتغير الزمن والناس بعد شويه يبقى عندهم نوع من الرخاء، مش محتاجين يقترضوا عشان يعملوا مشاريع، كل واحد عنده ماله بيعمل مشروع لوحده، يوم يجي المفتي يغير رايه يقول لك لا، القروض مطلقا ربا، استثماري او استهلاكي كله، يبقى يتغير الفتوى بتغير الاحوال الناس. فهمت ازاي؟ ودي ميزه الفقيه ان هو يشوف المشكله ويعالجها من وجهه نظر الشرع برضه بدون ما يخرج عن الشرع. فهمت بقى الحكايه؟ دي سموها الفروق، ازاي يعرف يفرق بين المتشابهات. قد يختلف ناس كتيره مع الدكتور علي جمعه، لكن طبيعه الناس ان هم اهل العصر الواحد المعاصرين لبعض في المهنه الواحده، تلاقيهم ايه متنافرين كده، واخد بالك؟ كل واحد عايز طبيعه الدنيا كده، بالذات اما تبقى انت راجل متفوق يعني في مجالك، تلاقي زمايلك اللي في نفس تخصصك بيغيروا منك، يقوم كل ما تيجي تقول انت فكره ولو حلوه يقول لك قديم ولا حاجه. وهي فكره حلوه محترمه
بس هو ايه؟ عشان الغيره. فهمت ازاي؟ يسموها حجاب المعاصره. طبيعه الناس كده. كان الامام العيني والامام ابن حجر العسقلاني الاثنين بيشرحوا البخاري ومعاصرين لبعض، ده اكبر راس للاحناف وده اكبر راس للشافعيه، كانوا بينهم مصانع الحداد يتريقوا على بعض، والامام العيني يسال تلامذه ابن حجر قال لكم ايه؟ قال لكم كذا. طيب ده ما يعرفش حاجه يقول لهم كده، ويقعد بقى ايه يبين ويسفه اراء، وابن حجر يسال تلامذه العيني بيقول لكم ايه؟ ده انا ما اعرفش حاجه. ليه؟ لانهم معاصرين لبعض ند للند. فهمتني؟ طبيعه الناس كده. الامام العيني شارح البخاري والامام القسطلاني شارح البخاري، والاثنين بس ما كانوش معاصرين لبعض، لكن مدفونين مع بعض في ضريح واحد، زي الامام العيني والامام القسطلاني فوق بعض كده، يعني هو تحت خالص والتاني فوقيه كده، واخد بالك؟ مدفونين في مسجد واحد قدام بيت خاتون، زينب خاتون، ورا الازهر في مسجد كده، تلاقي ايه؟ تلاقي في مقام سيدي العيني ومقام القسطلاني في مسجد واحد، في حته واحده. كانوا جددوا مسجد مدرسه كبيره وعينوا فيها الامام العيني علشان يدرس، وجددوها، فابتدى يستلمها الامام العيني، هيبقى هو ناظر المدرسه دي بقى، عميد المعهد ده، وابتدى يدرس. بعد كام يوم كده حصل زلزال فتهدت ايه؟ المئذنه، واخد بالك ازاي؟ فقام الامام سيدنا الامام ابن حجر عمل شعر وبعته للامام العيني، واخد بالك؟ مش فاكر انا الشعر قوي، يعني بيقول يعني ايه؟ يعني اصابته العين، واخد بالك ازاي؟ من العين، يعني ان المئذنه اصابتها العين. فقام الثاني رد عليه في كام بيت شعر لطيف، قال له لا بل من خسه الحجر، وهو ابن حجر. فكانوا لطاف مع بعض، يعني كانوا عندهم لطف مع بعض. فدي طبيعه الحياه، انك انت تجد مثلا واحد زي الدكتور علي جمعه، تلاقي كل الجماعه الازهريه اللي في مقارنين ليه في السن، كل ما يقول حاجه يقولوا لا دي فتوى مش عارف ايه. طبيعه الدنيا كده، لازم تفهم. حتى بين الاطباء نفس الحكايه، بين المهندسين نفس الحكايه، بين اهل المهنه الواحده تملي تلاقي الحكايه دي. طبيعه. يسموه ايه؟ حجاب المعاصره. الحل الصبر. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وبنعرف قيمتهم بعد ما بيموتوا. واخد بالك؟ أدي كل الحكاية. فبيقول إيه؟ ويستثنى من اشتراط الحول المعدن والركاز، فتجب الزكاة فيهما في الحال كما سيأتي. اللي هو زكاة المعدن والركاز فيها الخمس بمجرد استخراجه. كويس؟ وسيأتي بيان ذلك، أي المذكور من النصاب والحول، ولم يذكر ذلك في المشية اتكالا على علمه مما سيأتي، ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وإن كان الغالب الحذف من الثاني لدلالة الأول عليه، لكن معنى الحول لم يأتي في كلامه إلا أن يقال يأتي في الجملة في عروض التجارة. ونقف على أما الزروع، الشروط بتاعة زكاة الزروع نقرأها يوم السبت القادم إن شاء الله. اللهم علمنا وفقهنا ونورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله.